أبشي جامعة الروح القدس الكاثوليك. سماحتك تفضلت وتكلمت عن العيش قرون وقرون مع المسيحيين بسلام، وتفضلت وتكلمت عن الحوار بين المسلم والمسيحي والحوار المنفتح جدا عند المسلم، وتكلمنا عن العلم وكيف نصنع العلم. لكي نصنع العلم أرى أنه يجب أن ندرس واقعنا الحالي من خلال تاريخنا. من هنا لدي سؤال، بعض المجموعات بلبنان من خلال تجربتها التاريخية صار عندها تأيب الممارسة السياسية، من هون صار في بعض التناقضات يلي نحن عم بنعيشها كشباب. بيقولوا لبنان وهذه المنطقة هي للإسلام وللمسلمين، ويجب أن يحكمها الإسلام والمسلمون. الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، جريدة السفير 12 تموز 1987. بينما سماحتك تفضلت وتكلمت مؤخرا عن أنه الشراكة بين المسيحيين والمسلمين ما فيها أي خسارة للمسيحيين، وهلأ عم تدعي للحوار بشكل منفتح وكامل. من هون عندي ثلاث نقاط صغار بدي أسألهم سماحة المفتي. أين الشيعة من الممارسة التقية في لبنان؟ وهالشيء هل بيأثر على الحكم على الحوار؟ الإسلام لا يقبل بالآخر المختلف له مساويا له، لأنه يقبل به على أساس الشراكة التراتبية، وبنلاحظ هالشيء بالتجربة التاريخية من خلال أهل الذمة. ثالثا، عندما يتكلم سماحة الشيخ محمد حسين فضل الله عن الحوار، هل هو يتكلم باسم السنة والشيعة في لبنان، أم أنه رأيه ينحصر بالشيعة فقط؟ إنك أثرت عدة نقاط في هذه المسألة. إنني أحب يعني أن أعلق على الجو الذي أثرته. إننا عندما ندعو إلى الحوار فإن الحوار يعني أن كل إنسان له الحق في أن يطرح فكره، سواء كنت توافقه عليه أو لا توافق عليه. لذلك أن يطرح فكر بطريقة معينة ليس معنى ذلك أن السماء سوف تنقلب على الأرض. وأعود إلى أسئلتك، أما مسألة التقية، الواقع أن التقية ليست حالة شيعية، هي حالة إنسانية. فنحن فالتقية انطلقت من موقع أنك لكي تحفظ موقعك أو حركتك أو دولتك أو أمتك، عندما تطبق عليك الظروف القاسية التي تريد أن تلغيك، فإن لك أن تتجاوز الخط المباشر إلى خط غير مباشر، ريثما يذهب الضغط القاسي الذي تستطيع أن تتحرك بعد ذلك لتواصل طريقك. لذلك التقية ليست حالة شيعية، ونحن نلاحظ أن الجميع يمارسون التقية، وأن الوحيدين الذين لا يمارسون التقية الآن هم الشيعة، أما الآخرون فأنت تعرف كيف يمارسون التقية أمام هذا المحور أو ذاك المحور أو أمام هذه الدائرة أو تلك الدائرة. أما السؤال الثاني الذي أطلقته، السؤال أما قضية مسألة التراتبية في التراتبية، فإنني أحيلك إلى النص القرآني، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إن الكلمة السواء تعني الأرض المشتركة على مستوى الفكر، والأرض المشتركة على مستوى الواقع. أما ما تتحدث عنه عن مسألة التراتبية، فإنني أتصور أن مسألة التراتبية هي مسألة عالمية، باعتبار أن كل دولة تنطلق من واقع أكثرية معينة، لا بد أن تجعل الأقليات في دائرتها الخاصة التي لا تلغي إنسانيتها بل تحفظ إنسانيتها. إن مسألة التراتبية ليست هي في المسائل التي تنطلق من التمييز الإنساني، بل تنطلق من خلال طبيعة النظام الذي قد يخضع للأكثرية فيتعامل مع الأقلية بحجمها، وهذا أمر نراه في كل موقع من مواقع العالم. النقطة الثالثة قول
المسؤول في حزب الله عن أن الحكم يجب أن يكون للإسلام؟ إن مسألة أن يكون لبنان إسلاميا أو يكون مسيحيا، قلت هذه قد تكون وجهة نظر يمكنك أن تناقشها، فكما يتحدث الآخرون بالهواء في الهواء الطلق فيمكنك أن تتحدث بطريقة حضارية في الهواء الطلق. ونحن نعتقد أن طبيعة الواقع الذي نعيشه في لبنان يفرض على الجميع أن يكونوا واقعيين في دراسة الواقع اللبناني، ليطرح كل إنسان فكرة وليجرب حركة فكره، ولكن بشرط أن نتوافق على لبنان مشترك يمكن أن نتنافس فيه ونتحاور فيه ونختلف فيه، ولكن على أساس الوحدة في التنوع أو التنوع في الوحدة.